اهلا بحضراتكم. يعني علاء ميهوب اسم ارتبط فعلا بالنادي الاهلي. علاء ميهوب لما خرج من النادي الاهلي وراح الاولمبي جاب الهدف اللي حضراتكم كلكم فاكرينه، يعني بكى بكاء من القلب وكل الناس كانت شايفاه. علاء ميهوب ما ينفعش يسيب النادي الاهلي خالص، اطمنوا ومش عايزين اي اقاويل واي حد يطلع يقول اي كلام تصدقوه. علاء ميهوب معجون بميه النادي الاهلي، وهتسمعوا كلام منه على طول ان شاء الله. يشرفنا وينورنا الكابتن كبير علاء ميهوب كل اربع في الاهلي الليله، الحديث عن الدوري والكاس والحديث عن مباراه الاهلي في اي مكان واي زمان. النجم الكبير علاء ميهوب منور الدنيا يا كابتن تاني. ربنا يخليك يا ميدو، واشكرك واشكر طاقم الاعداد على المقدمه الجميله دي. ده حاجه بسيطه يا كابتن. الله يخليك يا ميدو، عملت كتير للنادي. لا ربنا عارفه انت لا ما تعمل للنادي فانت ما بتعملش حاجه. ما انا مش عارف اتكلم معاك في بدايه الكلام. لا بدايه الكلام كده، ما هتعمل النادي انت ما عملتش حاجه. انا مش عارف اتكلم معاك، وبعدين انا كل ما اتكلم معاك انت عينيك بتدمع. لا لا خالص. انت نجم كبير والناس عارفه انت بتحب النادي الاهلي قد ايه، ودي حقيقه. واللي بيحب الاهلي من قلبه بيبان جدا عليه اكيد، وعلى تصرفاته. ومهما الناس تتكلم عن الكابتن علاء ميهوب، انت افعالك بتبقى خارجه عن ارادتك، وكلها بتبقى بتبين قد ايه انت بتحب النادي الاهلي، ودي حقيقه. شفناك وشفنا كذا مكان بتروحه عامل زي السمكه بجد. حلو حلو التشبيه ده. دي حقيقه فعلا. بسرعه كده اللي بيتربى في النادي ده صعب يبعد عنه. ترجع بقى لعيب، مدرب، اداري، المهم انت عشت جوه النادي ده، تعلمت كل حاجه حلوه في النادي ده. مفيش حاجه وحشه اتعلمتها. حتى لما بتخرج بتحس ان انت معجون بالنادي ده. وانت خارج من النادي الاهلي يا كابتن بتحس بايه؟ بغربة شديدة جدا. وانت خارج مش بمزاجك؟ لا من غير مزاجي. انا عمري ما خرجت النادي الاهلي بمزاجي اكيد، استحاله. لكن طول عمري يعني بخرج غصب عني، حتى في بدايتي خالص يعني في بدايه اختباراتي خرجت من النادي الاهلي. يعني خرجت بس رجعت تاني. وانا لعيب بعد المشوار الطويل ده واصابات، وخرجت من النادي الاهلي بس رجعت تاني مدرب. حتى مدرب خرجت من النادي الاهلي ورجعت تاني في حته تاني خالص في اللجنه الفنيه. ف كون انا اخرج من النادي الاهلي دي بتبقى بالنسبه لي فكره ما بتجيش على بالي. عمرها ما حصلت ليا وعمرها ما هتحصل، لكن هي بتبقى ظروف الناس الموجوده في النادي. يعني النادي الاهلي حاجه كيان ما تقدرش توصفه بالكلام، لكن اوقات بتحصل حاجات كده انت بعيد عنها او مالكش يد فيها. فده حصل، هو كان بيحصل، حصل معايا كتير جدا. بقول لك يا ميدو من ساعه ما بدات اقول بسم الله الرحمن الرحيم في الكوره في اختبارات مشيت ورجعت، ومشوار طويل جدا ومشوار اصابه لعبت عليه ماتشات للنادي الاهلي ومنتخب مصر، والاخر مشيت رجعت زي ما حكيت لك كده. لكن اللي متربي في النادي عشان ياخد قرار ان هو يخرج من النادي الاهلي في اي حال او في اي مرحله هو فيها تبقى حاجه صعبه جدا. انا بالنسبه لي حاجه مستحيله تحصل. يعني انا دايما جون الاولمبي ده انا اتكلمت فيه كتير جدا، لكن انا استحاله انسان